وعارف لو الشعب كله يتعلم من المنتخب لو يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يجتهد. انا تمنيت ان رئيس الوزراء هو اللي يتعلم من كوبر طبعا ان هو يختار لعيبه صح فراوده، مش انت رئيس الوزراء قاعد دلوقتي بتعمل تعديل وزاري، ما تختار كام لعيب فروت صح يبيض وشك قدام الشعب، ما تجيبش وزير تكون الدنيا عماله تغلى وطالع عين الناس ويزود لك الزيت والسكر ادي جنيه وادي 3 جنيه على بطاقه التموين. لو انت جبت اللعيبه دول صح وقعدت معاهم وحددت هدف زي كوبر اعتقد هتسعد الشعب المصري. هو اللي يمنع ان السياسه تتعلم من الكوره؟ لا طبعا، ما الكوره سياسه.